حصلت الطالبة عائشة السويد على تكريم من قبل أمير منطقة الحدود الشمالية وكذلك بإدارة التطعيم في المنطقة بعد حصولها على جائزة من مكتب التربية العربية لدول الخليج للتفوق الدراسي في دورتها 14 وتكريمها في معرض إكسبو دبي. يذكر بأن طالبة عائشة فهد السويد طالبة في الصف الثالث متوسط وتهدف الجائزة إلى تحقيق توجهات ورؤى وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب في مجال العناية بالمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات بما يحفزهم على مواصلة إبداعهم وتميزهم. والحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلي من عرعر الطالبة المتوسط عائشة السويد. عائشة مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم، وبالبداية نبارك لك على هذا الإنجاز ونقول لك عرفينا عائشة، من هي عائشة السويد؟ مساك أسعد، أنا أسعد والله. معكم الطالبة عائشة فهد السويد في الصف الثالث متوسط موهبة ومن المتوسطة السابعة بعرار، ترتيبي الثالثة في أفراد أسرتي، وأحب الرسم وأعشق القراءة وأهوى التصوير. نعم. وأتقن الجرافيك وأحب الإنشاد وأهوى التصوير، كاتبة مبتدئة ومتطوعة في برنامج عناية مع جمعية رؤوف لرعاية الأيتام بعرار، عضو في أكثر من فريق تطوعي، محبة للتطوع وشغوفة بالعطاء، فكل ما تعطيه للآخرين ستجده في حياتك بكل تأكيد. الله يوفقك. انتمائي لدور التحفظ وعلمهم الجميل. جميل. بالبداية كيف استطعت تحقيق الفوز بهذه الجائزة؟ بفضل من الله وتوفيق منه، كان هذا جهدا مسبقا، فقد تواصلنا معي موجهات الطالبات وبلغوني بالمسابقة في يوم الثلاثاء ظهرا، وتم رفع الملفات يوم الأربعاء ظهرا، فإعداد الملف كان في ليلة واحدة جمعت فيها كل شهادات التفوق الدراسي وشهادات التكريم التي حصلت عليها وشهادات الحفظ والفوز بالمسابقات وجميع إنجازاتي مؤخرا. ما شاء الله. من كان وراء عائشة لدعمها في تفوقها؟ كان هناك الكثير، شكر الله الكريم المنان أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الذي وفقني وسددني وأعانني، ثم الشكر لوالدي الكريمين فهما الأساس الأول في كل تميز وتفوق حصلت عليه، فجزاهم الله عني خير الجزاء. كما أشكر مديرة مدرستي المتوسطة والموجهات الطلابيات ومسؤولة الموهوبات ومعلمات الداعمات لي، ولا أنسى بالشكر إدارة ومعلمات المرحلة الابتدائية التي كانت حجر الأساس لي، لن توفي كلمات الشكر حقهن. ومن ثم أشكر صحبتي الصالحة، فهن من هون علي فترة الضغط التي مرت بها أثناء مشاركاتي، وأشكر إدارة التوجيه والإرشاد على حرصهم المستمر لارتقاء بطلاب وطالبات المنطقة. أما بالنسبة للمنافسين، نعم، فنعم كان هناك منافسين. نعم. عائشة، أيضا أنا تساؤلي، البعض يأتي تفكير مثلا أنه المتفوقين طول وجل وقتهم بالدراسة، لا يوجد هوايات، لا يوجد أوقات فراغ للمرح مثلا، هل هذا صحيح أم أنه لا، لديك وقت للدراسة والتفوق وفي نفس الوقت للأشياء الأخرى؟ ده هذا غير صحيح تماما. أنا أؤمن بمقولة من لا يخطط يتخبط، لذا أخطط ليومي منذ اليوم الذي يسبقه، وكثيرا ما أستعمل الكتابة للتخطيط، فأحدد وقتا للدراسة اليومية ووقتا للحلقات القرآنية ووقتا للاطلاع والقراءة، فهي جزء مهم في يومي لا أتركها أبدا، ووقتا للهوايات من رسم وتصميم وإلقاء حسب رغبتي في كل يوم، ووقتا للعائلة والحياة اليومية، وأقول التخطيط أولا وقبل كل شيء. ما شاء الله. يعني تم تكريمك من قبل الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة الحدود الشمالية، كيف كان شعورك وقتها عائشة؟ كنت سعيدة لتكريم سمو الأمير فيصل بن خالد لي، وكان شعورا لا تصفه الكلمات. أشكرهم من منبري هذا
على دعوته وتكريمه وتحفيزه لي، والشكر الموصول للداعم الأول لطلاب وطالبات المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.